صلى الله قبو وكان الحضور كون كانت الريبيتيسيون فيها شي يوم ولا ثلاث ايام نديرو اكثر مع ماركوس ميلي سي سيستان ستار وقناوي في دمه واخا ما عمرو لعب مع تا قناوي انا حسيت به شفت الفيديوهات ديالو وداك الشيء وفهمتو كي لي صلاب تي صلاب بي بحال السنتير تدوز مع واحد الساعه فهمني وفهمتو حتى نعطي الجمله دغيا تيقبضها عاود فلسطين زاد كمل كتار جات شي حاجه عنده بحال هذاك الطرح المرسول الاخر زاد فيه بزاف والاول ماشي هذوك اللي لقاتهم ما حنت كنا في التدريب عطيه شي شويه وانا عند تما عاود عجبو الحال وكانت كان الفيزيو كان مزيان فرحاني بزاف زعما بحال شحال هذا خدمنا انا وياه يعني ما انا عندي الشيء نتاع الفيزيو مع الكبار ما بحال اطميتيني كندزت معاه بحال هكا ملي كان هذاك ريبيتيسيون فيه يومين غير بنادم اللي مشتاق يشوف قناوه هو مع باصيست وانا باص مع الباص تفاهمنا بزاف انا تنتصنت انا كنت انا مولع بجيمي هندريكس اولا كاع داكشي الستينات السبعينات بينك فلويد تعجبوني الرونغ سونغ تصنت ليهم تصنت لميز ديفيس تصنت لو جاز كله عزيز عليا واني اولا هو جيمي هندريكس هو اللي كان عزيز عليا وحاليا حاليا كاع هاد الجيل الجديد ما تنعرفوش تنتصنت الكلاسيك انا عندي بحال هاد ربعه المرسوات اللي عندي راه كنت نديرهم غادي عندي السيدي ان شاء الله كاين اوديو وكاين فيديو ان شاء الله وكاين واحد الكليب بندير به واحد الاغنيه ديك اللي غنيت الثانيه اللي هي فيها واحد ما الفيزيو كاين ان شاء الله غادي يخرج عمرني خرجت على الفيزيو واني داير ان شاء الله شي سبعه الاغاني وسمعتي قالها بغات تكون شي حاجه في شهر كانت بغات تكون شهر سبعه جوي واني قال لك هذه اخرى ما قال لي كريم راه كاين رمضان وداك الشيء قدر يخرها وكان شي مصوت